أحيى به يخرج من الأكيام ورسالها إلى الملائكة المقربين وتبذيها الروح الحجير وشهداء الصالحة لكلنا سيكلنا إلى أبينا سيدنا آدم وأمنا سيدتنا حواء عليهما السلام وما تناسل بينهما إلى يوم الدين شيء لله لهم الفاتحة صغير يا هادي يا عليم يا خبير يا مبين يا هادي يا عليم يا خبير يا مبين يا هادي يا عليم يا خبير يا مبين يا هادي بير يا مبين يا هادي يا عليم يا خبير يا مبين يا هادي ليم يا خبير يا مبين يا هادي ليم يا خبير يا مبين يا هادي يا عليم يا خبير يا مبين ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تبايعنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء نفس المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم بكامل الشريعة وخالص الدين وحلاجد رسالته ببهر الخوارق وإذا بكمات الأصحاب المهتدين وخص من شاء من أتباع ملته برقي إلى أوج المعارف والحقائق وأفاض عليهم من بور مواهب الدنيا تذرف الأطاب وشوارق الرقائق فأصبحوا ذات الأمة وقادتها إلى العزيز العليم سالكين في وهو أبو محمد عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم بني موسى بني جاكي دوسات وقيل جاكا دوسات بني أبي عبد الله بن يزيد بن محمد بن داود بن موسى بن عبد الله المهدي بن حسن المسنى بن حسن الشبتي بن علي بن أبي طالب وبني فاطمة الزهراء البتول بنت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الرسول في وجه آدم لمات منحت ملائكة السماء سجودا نسبوا كتاب الله ألقاه جدا في مدحه من دا يروم جحودا اللهم انصر نفحات الرضوان عليه وابتنا بالأسرار التي أودعتها لديه وبكي مدة لم يقل فيها طعاما فلاك يا إنسان فأعطوا سرة دراه كراما فقد ببادئه بزا سميدا خبيصا وجلس ليقول وإذا برؤة مغتوه فيها إنما أجرت الشهوات لضعفاء عباد يستعين بها على الطاعات وأما الأقوياء فما لهم شهوات فطر الأقوى وأخذ من دلا وترك ما كان فيه وتوجه في قبلة وسل رغتها والصرام وفهم أنه موفود ومتنبي وعرف اللهم انشر نفات الرضوان عليه
وامدنا بالأشرار التي أودعتها لديه. بسم الله الرحمن الرحيم. وربك القادر على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. التفسير والحديث والخلاف والأصول والنهو والقراءة وغير ذلك. وكان يصي على مذهب الإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنهما. وكان علماء محمد القاضي رضي الله عنه. الفاتحة. وانتظر 40 سنة وكان يصلي الصبح يدعو للعشاء هذه المدة كلها. وكان إذا تجدد في وقته وضوءه وصلى ركعتين. وكان إذا صلى العشاء ولا يلوده فلا يمكن أحدا أن يدلها معه ولا يفتحها ولا يخرج منها إلا عند طلوع الفجر. ولقد أتاه الوليفة مرارا بالليل يكسد الجزم به فلا يقدر على ذلك. وقال ابن أبي الفتح بت ليلة عنده فرأيته يصلي أول الليل يسيرا ثم يذكر الله تعالى إلى أن يمضي ثلث الأول من الليل. ثم يقول المحيط الرب الشهيد الأصيب الفعال الهلاك الهالك الباري المصور تسعة ألفات. ويرتفع في الهواء إلى أن يغيب عن بصري. ثم يصلي قائما على قدميه يتلو القرآن إلى أن يذهب الثلث الثاني. وكان يطيل سجوده جدا ثم يجلس متوجها مراكبا إلى طلوع الفجر. ثم يعود في الابتهال والدعاء والتذلل ويغشاه نور يكاد يطوف في الأبصار إلى أن يغيب فيه عن النظر. قال وكنت أصنع عنده سلام عليكم سلام عليكم. وهو يرد السلام إلى أن يخرج لصلاة الفجر. وكان رضي الله عنه يقرأ له في ذلك النور سورة. فنادتني يا عبد القادر رضي الله عنه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. أنا غفور خليفة وتاب على يديه. وكان يأتي فيكف بين يدي شيخ أحد الناس وصاحبه إلى أن مات. وكان رضي الله عنه مع جلالتي قدري وبودسي وملوي ذكري يعدم الفقراء ويجالسهم ويفلي لهم ثيابهم. وكان يقول الفقير الصابر أفضل من الغني الشاكر. والفقير الشاكر أفضل منهما. الفقير الصابر الشاكر أفضل من الكل. وما أحب البلاء وتلدد به إلا من عرف المبلي. بسم الله الرحمن الرحيم. وكان رضي الله عنه لا يجلس الظباب على ثيابه ورثة له من جده صلى الله عليه وسلم. فقيل له في ذلك فقال أي شيء يمل الظباب عندي وليس عندي من ذبس الدنيا وعسل الآخرة. ومن كرامته أنه جلس مرتين يتوضأ فقدر عليه عصفور فرفع رأسه فخر العصفور ميتا. فغزل الصوم ثم تصدق بيان العصفور وقال إن كان علينا إثم فما كفرته. ومن كرامته أيضا أن امرأة تتت بولدها لتشوقه إلى صحبة الشيخ عبد القادر رضي الله عنه. الفاتحة. فقال يرب درس فوقع ليتها مقطوعة الرأس. فنزل عن الكرسي وأخذ في يدي وأمر الأخرى عليها وقال بسم الله الرحمن الرحيم. فحيت وطر سوية بإذن الله تعالى وناس يشاهدون ذلك. ومن قامتي أن أبا عمر عثمان صرفي وأبا محمد أنزلحة الحايمي رحمهما الله تعالى. قال كنا
قال كنا بين يدي شيخي في مدرستي ما الحديث ثالث صفار سنة 55 فتوضا الشيخ على قبقبه وصلى ركعتين فلما سلم صرخ صرخة عظيمة ورمى بفردة قبقبه في الهواء فغمد لمصاننا ثم فعل ثانية كذلك بالأخرى ثم جلس فلم يتجس أحدنا لا سؤالي ثم قدم قافلة من بلاد العجم بعد 23 فقالوا إن معنا لشيخ نظرا فاستأذنا فقال خذه منهم فأعطونا شيئا من ذهب وثيابا من حرير وخز ولقد قام بعيني فسلهما للمعنى في ذلك فقالوا بينما نحن سائرون يا ملحن فلتتفر إذ خرج علينا وكلهم مقدمان فانتظر ما لنا ونزل على شفير الوادي فقلنا لو ذكرنا الشيخ عبد القادر رضي الله عنه ففي اثناء ترديد الخاطر في سوق السلطان فقال له يا ابا المبصر ابدا بعمل القادر رضي الله عنه الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم فإنه محبوب ولقد سألوا الله فيك سبع عشرة مرة حتى يجعل ما قضي عليك من القسر قضى ثم نام ومن الفقر يعلم النسيان وجاء إلى الشيخ عبد القادر رضي الله عنه الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم فقال لا يبتدا قال لك الشيخ محمد إنني سألت الله فيك 17 وعزة المعبود لقد سألت الله تعالى فيك 17 إلى 78 حتى كان ما ذكر ومن كرامتي أظن أن الشيخ علي البيت وشريف عبد الله بن محمد أبا الغنائم الحسني رحمهما الله تعالى دخل دار الشيخ قدس الله سره فوجد إنسانا شابا ملقا على تعالى وأما بنعمة ربك فحدث ما مر مسلم على بر مدرسته إلا خففه عنه عذاب يوم القيامة وأخبر أن شخصا يسير في قبره فمضى إليه وقال إن هذا زارني مرة ولا بد أن يرحمه الله تعالى فلم يسمع له بعد ذلك صراخ وقال رضي الله عنه أثر حسين الحناج أثرته فلم يكن في زمن من يأخذ بيدي ولو كنت في زمن أخذت بيدي وأنا لكل من أثر مركوب من جميع أصحابي ومريدي ومحبي إلى يوم القيامة. وحيث انتهى ما أردناه وتم ما اهتمنا به وقصدناه فلنرفع إلى الله تعالى أكف الإبتهال ونتوسل وتدين لنا من ثمار إيثارهم يا أيتها الأرواح المقدسة وقضاء الديون وتهكيك الظنون وإزالة الهجوب الغياهب وحسن الخواتم والعواقب وكشف الكروب وغفران الذنوب. عباد الله عباد الله أيتنا لأجل الله وكونوا أولنا لله حسنا بعد فضل الله. عباد الله عباد الله أيتنا لأجل الله وكونوا أولنا لله حسنا من هو
الإنسان.